السلام عليكم. اليوم المحاضرة إن شاء الله عن الأناتومي and physiology of the temporomandibular joint. temporomandibular joint أو ال TMJ هي مفصل الفك. شنو هو temporomandibular joint أو من شنو يتكون؟ It's the articulation of the condyle of the mandible and the interarticular disc with the mandibular fossa أو glenoid fossa of the temporal bone. إذن هو articulation اتصال أو التقاء ثلاث شغلات. أول واحد هو الكوندايل of the mandible، ثاني واحد الانترارتيكولار ديسك، ثالث واحد الماندبولار or the glenoid fossa of the temporal bone. وين الكوندايل of the mandible؟ ما أعرف إذا أخذتوها بالهيد أند نيك أناتومي أو بعدكم. عندي هذا الماندبل، الماندبل بي تو بروسيسز، بي الكوندايلر بروسيس اللي هي موجودة هنا بالجلينويد فوسا اللي هي مشمولة بالتي ام جي، وعندي الثانية اللي هي الكورونويد بروسيس موجودة بالمنطقة الأمامية. إذا أي وحدة من عندهم هي المشمولة بالتي ام جي؟ الخلفية اللي هي الكوندايلر بروسيس. زين، أول وحدة قلنا الكوندايلر بروسيس of the mandible أو الكوندايل of the mandible. ثاني شغلة الانتر articular disc. شن هو الانتر articular disc؟ هذا الشيء هنا مكتوب ديسك، إذا تشوفون اللاين اللي مأشر عليه اللي موجود عندي هنا باللون البنفسجي، هذا الانتر articular disc. شنو وظيفة الانتر articular disc؟ الانتر articular disc هو موجود بين الكوندايل of the mandible وبين الجلينويد فوسا. احنا نعرف اي مفصل لازم يكون ب فلويد عندي حتى يقلل الاحتكاك بين التو بونز، يعني مفاصل الاصابع التقاء بون بون لازم يكون بيها سينوفيال فلويد نسميه حتى يقلل الاحتكاك. هنا انا بالتي ام جي موجود عندي سينوفيال فلويد، موجود بالاضافه عندي انتر ارتكولر ديسك اللي هو مثل الغضروف موجود بين التو بونز، حتى كذلك يشارك بالموفمنت ويشارك بعملية تقليل الاحتكاك. زين، وذا مانديبولر فوسا، المانديبولر فوسا هي موجودة بالتمبورال بون اللي هو هذا المكان اللي قاعد به الكوندايل والانتر ارتيكولار ديسك. اذا المفصل مال التي ام جي متكون عندي من ثلاث شغلات: كوندايل اوف ذا ماندبل، انتر ارتيكولار ديسك، اند جلينويد فوسا اوف ذا تمبورال بون. ذا جوينت هاز ا كبسول اند ان ارتيكولاتينج ديسك. ارتيكولاتينج ديسك عرفنا شنو موضوعه، هو الديسك او الغضروف الموجود عندي بين الكوندايل والجلينويد فوسا. بالنسبة عندي للكابسول، هاي الجوينت كلها يحيط بيها غشاء كبسول، هسه هم بالمحاضرة راح ناخذ صورته وراح نتعرف عليه. It's considered as a compound joint. A compound joint is one with more than two bones articulating. إذن ال TMJ تعتبر as a compound joint. شنو يعني؟ يعني مفصل مركب. شنو معناها المفصل المركب؟ المفصل المركب اللي يحتوي is one with more than two bones articulating. يعني مثلا عندي مو مثل مفصل الإصبع هو بين two bones، bone وbone وبيناتهم صايرة joint، هذا مو compound joint. الcompound joint لازم يكون عندي three bones. زين، بحالة TMJ أنا عندي الglenoid fossa bone والcondyle هو bone، وين third bone اللي أنا دا أقول عليه اللي هو تسبب في إنها تصنف إنها compound joint؟ third point معتبرين الarticular disc هو third point. A compound joint is one with more than two bones articulating. In TMJ, the articular disc acts like the third bone. The articular disc معتبري هو the third bone، فلذلك تصنف TMJ إنها compound joint. TMJ consists of the following parts: the mandibular fossa أو the glenoid fossa اللي هي وين موجودة؟ موجودة بالtemporal bone. ليش اسمها mandibular fossa؟ لأنه المانديبل يرتبط بيها ويتعلق بالسكال عن طريق هاي الفوسا. The condylar or head of the mandible، the synovial cavity هسه راح نشوفه، and the articular disc أو أسميه المنيسكس. أسئلة اسمين، يا أما أسميه الارتيكولار ديسك أو أسميه المنيسكس. السينوفيال كيفيتي اللي هو باقي الفراغ اللي راح يحيط بهذولا
الثري بونز اللي هم الارتكيوليتينج ديسك، الكوندايل اوف ذا مانديبل اند ذا جلينويد فوسا اوف ذا تيمبورال بون. راح يبقى بيناتهم فراغ او تجويف، هذا اسمه ساينوفيال كافيتي، واللي هو متروس بساينوفيال فلويد اللي هو راح يقلل الفريكشن الاحتكاك اللي دا يصير بين البونز هذول الثلاثه، وبالتالي يمنع من الالتهاب وتاكل البون. Meniscus is found between the condyle and the glenoid fossa, اللي هو the articulating disc. It divides the synovial joint or TMJ into upper and lower, أو superior, الأبر اللي هو superior واللور اللي هو inferior compartments. مثل ما نشوف هنا هذا الarticulating disc. ده تشوفون لونه باللون الرمادي، عندي الـ head of the mandible أو اللي هو الـ condyle. هنا أنا شرحت لكم أنه عندي condyle وعندي coronoid process، أي وحدة هي المشمولة بالـ TMJ هي الـ condylar process، تمام، أو الـ head of the mandible. وعندي هنا أنا الـ joint capsule، تشوفون هاي، هاي طبعا تكون مغطية كل الجوينت، الجوينت كبسول أسميها، تمام. هذا الستركتشر الموجود هنا تشوفو نازل هيجي، هذا أسميه الارتيكولار إيمينانس، كلش مهم بالحركة مال الماندبل، تمام. فهذا أسميه الارتيكولار إيمينانس. إذن الأشياء اللي مهم تعرفوها، أول شيء هنا عندي الكوندايل مال الماندبل، الجلينويد فوسا of the temporal bone، the articulating disc اللي بين الكوندايل والجلينويد فوسا، the articular إيمينانس اللي هو هذا البون، هاي قطعة البون. عندي هم الكبسول اللي قلنا راح تغطي كل البون، هنا نبين جزء صغير من عدها، joint capsule راح أسميها. وطبعا عندي muscles of mastication، ما أعرف إذا أخذتوها بالhead and neck anatomy، عندي 4 muscles of mastication اللي هي المسيتر، temporalis، lateral and medial pterygoid. هنا نبين عندي بالصورة اللي هي lateral pterygoid، عندها 2 head، inferior head اللي هو هذا والsuperior head اللي هو هذا. The muscles that control the movement of the mandible. زين، شلون راح يتحرك الماندبل؟ شلون احنا نقدر نفتح ونسد او نسوي شيفت بالماندبل باتجاه الرايت او نسوي شيفت باتجاه اليمين؟ اكيد مثل ايدنا مثل رجلنا، شلون تتحرك؟ عن طريق العضلات هي اللي راح تحركها. كذلك الماندبل، شلون راح يتحرك الماندبل؟ عندي muscles that control the movement of the mandible. هو الحقيقة عندي 2 parts اللي تتحكم بالموفمنت of the mandible، جزء منه هو عضلي وجزء منه هو مثل الروابط الأربطة، مثل كذلك الإيد بالرجل، كلنا نعرف أنه بيها أربطة تساعد على حركتها، كذلك الماندبل بي muscles تساعد على الحركة وبي أربطة هم تساعد بحركته أو تتحكم بالحركة مالته. البارت الأول اللي هو muscles that control the movement of the mandible، عندي 3 groups of muscles. The closing muscles. Closing muscles يعني elevating muscles اللي هي راح ترفع الماندبل وتسده، تسبب بإغلاق الفم. The gliding muscles اللي هي راح تحركه باتجاه يمين يسار. وعندي the opening muscles. The opening muscles اللي هي نفسها depressing muscles اللي هي راح تسحب الماندبل للأسفل، فبالتالي راح تتسبب بفتح الفم. الكلوزينج ماسلز شل هي؟ التيمبوراليس ماسل اللي هي واحدة من الماسلز اوف ماستيكيشن، بين عندنا هنا بالصورة هاي التيمبوراليس ماسل. عندي المسيتر ماسلز اللي هي هنا، وعندي الميديال تيريغويد ماسل اللي هي خلف المسيتر ماسل. يعني انا عندي الريموس اوف ذا ماندبل، احنا نعرف الماندبل هنا بريموس، هذا الجزء أسميه ريموس، هاي الكورونويد، هذا الكوندايل، تمام. الريموس صاير مثل ساندويتش، يعني هو بين تو muscles. من برا عندي يعني من الخارج عندي المسيتر muscles
ومن الداخل اللي جوا عندي الميديال تيريجويد مسل مثل ما تشوفون بهاي الصورة. هنا عندي المسيتر مسل، بعدين يجي وراها الريمس، بعدين راح تيجي عندي الميديال تيريجويد مسلز. زين، هذول الثري مسلز اللي هي التيمبوراليس مسل، المسيتر مسل، والميديال تيريجويد مسل، هي كلوزينج مسلز، بمعنى it will elevate and close the mandible، راح ترفع الماندبل الى الاعلى، فبالتالي تسد حلق المريض. زين، gliding muscles، the lateral pterygoid muscles بالتو هيدز مالتها superior والinferior part، طبعا هو كل جزء له حركات معينة، بس احنا بالمرحلة الثانية ناخذ بشكل عام. كذلك المسلز temporalis المسيتر هي تدخل بأكثر من حركة، بس احنا هنا ناخذ in general الحركة الأساسية اللي راح تقوم بيها، تمام؟ فاللاترال تيريجويد مسلز يعني قد واحد يقرأ بغير كتب يشوف لا انه المسيتر مو بس مدخليها بالكلوزنج، مدخليها بحركة ثانية، هل يعني هذا غلط؟ لا، هو صحيح، بس احنا هنا ناخذ الحركة الأساسية اللي تقوم بها المسلز. هل تدخل بحركات ثانية؟ نعم، تدخل بحركات ثانية للماندبل، بس كحركة أساسية احنا مصنفيها بهاي المحاضرة. The lateral pterygoid muscles protrude the jaw or to move it laterally. إذن the lateral pterygoid muscles اللي هي هم واحدة من muscles of mastication، شنو وظيفتها؟ protrude the jaw. protrude يعني تقدم، تقدم الماندبل إلى الأمام. or move it laterally يعني تسوي له shift لليمين ولليسار. أسميها هاي الحركة gliding muscles اللي هي lateral pterygoid muscle. opening muscles اللي هم suprahyoid muscle، infrahyoid muscles والplatysma. هاي البون عندي مثل ما تشوفون اسمها الهايويد بون اللي هي عظمة الرقبة. المسلز اللي تيجي فوق الهايويد بون راح أسميهم suprahyoid muscle، المسلز اللي تيجي تحتها راح أسميها الانفراهايويد، انفراهايويد suprahyoid muscles. عندي بالإضافة إلى البلاتيزما اللي هي عضلة الرقبة. هاي الثري groups of muscles، suprahyoid muscles، انفراهايويد والبلاتيزما، شنو وظيفتها؟ depress open the mandible يعني تحرك الماندبل بالاتجاه الأسفل، فبالتالي ينفتح فم المريض. ليجامنتس احنا قلنا تو بارتس اللي تتحكم او تسوي كنترول او تأثر على الحركة مال الماندبل. اخذنا المسلز وقسمناها الى ثري جروبس، نيجي على الليجامنتس. الليجامنتس افكت ذا موفمنت اوف ذا ماندبل كونسيستس اوف، شنو هي الليجامنتس؟ الروابط اللي راح تأثر على الحركة مال الماندبل. تمبورو ماندبولار and capsular ligament، sphenomandibular ligament and stylomandibular ligament. عندي الكابسولار او temporomandibular ligament، تذكرون من قلنا بالسلايدات السابقة انه عندي الجوينت كلها محاطة بكبسول، هاي هي تشوفوها هنا اسميها الكابسولار ligament. السفينومانديبولار ligament اللي هي هاي الليجمنت تمتد من السفينويد بون، اذا تذكرون بالهيد اند نيك عندي السكال متكونه من سفينويد اثمويد تمبورال بون، فعندي السفينومانديبولار ligament تمتد من السفينويد بون الى الماندبل. وعندي الستايلومانديبولار ligament كذلك، عندي هذا البارت من السكال هو ستايلويد بروسيس، عندي ligament تمتد من الستايلويد بروسيس لل angle of the mandible، هاي أسميها الستايلو mandibular ligament. هذول الثري ligaments كذلك راح يتحكمون بالحركة مال الماندبل. mandibular axis and mandibular movements، إذن حتى يتحرك الماندبل لازم أكو محور يتحرك حواليه الماندبل. عندي إحنا ثلاث محاور رئيسية راح يتحرك حواليها الماندبل، هسه راح نشوفها. The temporomandibular joints affect the denture and likewise the denture affect health and function of the joint. ليش بدنا ناخذ الـ TMJ احنا بالcomplete denture؟ لانه الـ TMJ تأثر بشكل او باخر، راح تشوفوها بالمحاضرات اللاحقة، على الـ denture، وبالتالي هم الـ denture تصنيعه اذا صار بـ error او خطأ ممكن يأثر على TMJ joint، ويصير عندي clicking يعني يصير عندي مثل طقة بال TMJ joint، وهذا أكيد يأثر على الهيلث مال TMJ joint وممكن يسبب pain. فعندي مترابطات TMJ ويا denture،
TMJ تأثر على الدنتشر، الأناتومي مال TMJ مالتي يختلف من patient إلى آخر، وحسب هذا الاختلاف راح تختلف طريقة تصنيع الدنتشر، وبنفس الوقت طريقة تصنيع الدنتشر إذا ملائمت هاي TMJ الخاصة بهذا البيشنت ممكن تتسبب بضرر بالTMJ. The mandible is connected to the cranium at the two temporomandibular joints. شلون الماندبل مرتبط بالكرينيوم أو بالسكال بالجمجمة عن طريق هاي TMJ، right TMJ والleft TMJ. By the temporomandibular and capsular ligaments. منو اللي كامشها؟ الكابسولار ليجمنت. The sphenomandibular and stylomandibular ligaments also connects the bones in such a way as to limit some motions of the mandible. إذا sphenomandibular والstylomandibular كذلك رابطين البون مال السكال بالماندبل حتى يثبتون الماندبل بالسكال. لأن احنا نعرف الماندبل هو موفابل بارت، هو منفصل عن السكال. شلون مرتبط ويا السكال وباقي اتاجت تو ذا سكال؟ عن طريق التي ام جي والكابسولار ليجمنت اللي محاطة بيها لازمته بمكانها، عن طريق كذلك السفينو والستايلو ماندبولر اللي هي ليجمنتس ممتدة من بونز موجودة بالسكال للماندبل حتى تلزمه بمكانه وحتى تتحكم بالحركة مالته. زين، عندي البادي بلينز، هاي أكيد ماخذيها بالأناتومي، يهمني هنا نعرفها لأنه رح ناخذ المحاور اللي يتحرك حواليها الماندبل هي نفسها متأثرة بهاي البادي بلينز. زين، عندي أول شيء الساجيتال بلين. الساجيتال بلين اللي هو يقسم لي البادي إلى قسمين، رايت and left. زين، عندي الكورونال بلين، الكورونال او الفرونتال اسميه بلين، اللي هو راح يقسمني البادي اللي هو هذا ده، شوفوا يقسم لي البادي into anterior and posterior. تمام. الثالث عندي الترانسفيرس او الهوريزنتال اللي هو هذا، يقسم لي البادي الى superior and inferior. اذا الساجيتال يقسم لي، خل نشرح على الهيد، يقسم لي الراس الى رايت من هاي الجهه، ليفت من هاي الجهه. الكورونال او الفرونتال راح يقسم لي انتيرير من هاي الجهه، بوستيرير من الجهه الخلفيه. الترانسفيرس او الهوريزونتال اللي هو هذا راح يقسم لي الى سوبيرير وانفيرير. مهم جدا تحفظوها، مهم جدا تفهموها. تمام. المانديبولار axes، there are three axes around which the mandibular movements take place. The mandibular movements are related to three planes of skull: sagittal, transverse أو horizontal, coronal أو frontal. هسه راح نشوف شلون. أول شيء عندي المحاور اللي راح يتحرك حواليها المانديبل، محور الحركة. Hinge axis or transverse axis. إذا المحور الأول اللي هو هذا المحور أسميه hinge axis أو transverse axis. It's an imaginary line. هل هو موجود حقيقة بالسكال؟ عندي هيك خط؟ لا، هو خط أتخيله أنا. اللي هو imaginary line يمر بين شنو؟ right condylar process للleft condylar a process around which the mandible may rotate. حوالين هذا اللاين الماندبل راح يسوي روتيشن، راح يفتر within the sagittal plane. بأي plane راح يفتر الماندبل حوالين الهنج axis؟ راح يفتر بالساجيتال plane during opening and closing. مثل ما تشوفون من يفتر الماندبل حوالين هذا المحور راح يكون الحركة مال الماندبل بال ساجيتال بلين، راح ينطيني حركة دورانية. ايش راح تتسبب للماندبل؟ opening and closing. راح ينفتح الماندبل، يعني من يفتر حوالين هذا المحور راح ينفتح وينسد الماندبل. زين، احنا كل اكسس عندي راح يفتر ببلين معين. هذا الهنج اكسس راح يفتر على اي بلين؟ قلنا الساجيتال بلين. اذا الهنج اكسس او الترانسفيرس اكسس على اي بلين حوالين، باي بلين يتحرك؟ بالساجيتال بلين. شلون نحفظها؟ كل بلين عندي او كل اكسس عندي هذا الساجيتال، هذا الهنج اكسس او الترانسفيرس اكسس، ارسم خط عمودي عليه حتى اعرف حوالين اي بلين راح يتحرك هذا الاكسس.
يعني هنا إذا رسمنا خط عمودي عليه، هذا الخط العمودي راح يقسم لي الماندبل إلى شنو؟ راح يقسمه إلى right and left. أي بلين هو اللي يقسم الماندبل إلى right and left؟ اللي هو الساجيتال بلين. إذن نعرف إنه الهنج أكسس راح يدور بأي بلين، الحركة الدورانية راح تكون بأي بلين، بأي سطح؟ بالساجيتال بلين. نرسم خط عمودي عليه الساجيتال بلين اللي يقسم لي إلى right and left. شن هي الحركة اللي راح تتكون عندي؟ راح تكون عندي opening and closing movement. تمام. المحور الثاني sagittal axis of the mandible. sagittal axis يا هو sagittal axis اللي هو هم imaginary line anterior posterior من الأمام للخلف around which the mandible may rotate within the frontal plane. شلون عرفنا frontal plane؟ رسمنا خط عمودي على sagittal axis of the mandible. إذا رسمنا خط عمودي هنا راح يقسم لي الماندبل إلى كم جزء؟ راح يقسم لي الماندبل إلى جزئين. شن هما؟ anterior and posterior. أي plane اللي يقسم لي الماندبل into anterior and posterior اللي هو الفرونتال أو الكورونال. إذن نعرف إنه sagittal axis of the mandible هو anterior posterior imaginary line sagittal axis، لأنه إذا تخيلنا هذا الدايركشن هو نفس الدايركشن مال sagittal plane. فالساجيتال أكسس يدور حوالين أي محور؟ حوالين الفرونتال أو الكورونال بلين، حوالين الفرونتال أو الكورونال بلين. ثالث أكسس اللي هو الفيرتيكال أكسس of the mandible اللي هو العمودي، كذلك imaginary line around which the mandible may rotate through the horizontal plane. هذا عندي الفيرتيكال أكسس، الحركة الدورانية راح تكون بأي بلين؟ راح أرسم خط عمودي على الفيرتيكال أكسس. هذا الخط العمودي قسم لي الماندبل إلى كم جزء؟ قسم لي إلى superior and inferior. أي بلين اللي يقسم لي الماندبل إلى أو البادي إلى superior and inferior اللي هو الهوريزنتال أو الترانسفيرس بلين. فبهاي الطريقة نحفظ كل أكسس راح يدور حوالين بلين معين. شلون نعرفها؟ من الاتجاه. نرسم خط عمودي على الأكسس، الساجيتال نرسم عليه خط عمودي، الفيرتيكال نرسم عليه خط عمودي. أي محور نريد نعرف على أي بلين يدور نرسم، نتخيل المحور نرسم عليه خط عمودي، نشوف إلى أي قسم ينصف لي الماندبل، على أساسه أعرف البلين مالتي. زين، نيجي للماندبولر موفمنتس، حركات الماندبل based on the dimension involved in the movement. إذن راح أقسم الماندبولر موفمنتس حسب تقسيمات معينة، تصنيفات معينة. أول تصنيف يعتمد على dimension involved in the movement. عندي two dimensions، rotational والtranslation or the gliding. شنو يعني rotation وشنو يعني translation or gliding؟ زين نشوف هنا بالصورة، نشوف هنا بالصورة احنا قلنا هاي عندي الجلينويد فوسة. تمام، تكمل الجلينويد فوسة يجيني هذا الانحناء اللي اسميه الارتيكولار ايمينانس. زين، انا عندي حركتين، اذا الكوندايل او الجوينت كلها دا تتحرك بس هنا بالجلينويد فوسة، تشوفون حركة دورانية ما طلعت من مكانها ولا راحت بهذا الاتجاه. تمام، إذا بس دا تتحرك حركة دورانية بمكانها، إيش راح أسمي هاي الحركة؟ راح أسميها rotational movement. تمام، أما إذا اتزحلقت عندي، نرجع نقول هاي glenoid فسة وعندي هذا articular eminence. زين، إذا هي دارت هنا وبعدين تزحلقت على الارتيكولر ايمينانس واتجهت بهذا الاتجاه، هاي اسميها ترانسليشنال اور جلايدنج موفمنت. انتقلت من مكانها اللي هي بي اللي هو الجلينويد فوسا، انتقلت صار ترانسليشن وراحت الى الامام بمكان ثاني. هاي اسميها مثل ما تشوفون هي انا صار الكوندايل اوف ذا ماندبل هنا مو بالمكان الأصلي مالته، هاي أسميها translational. تمام، فعندي based on the dimension أقسم إلى قسمين، الروتيشن إذا كانت الجوينت عندي أو الكوندايل دي يفتر بمكانه منتقل إلى أي مكان ثاني، هاي أسميها rotational movement.
أما إذا دار هنا وكمل مساره بهذا الاتجاه، هاي راح أسميها translational or gliding movement. تمام؟ الروتيشن عندي شنو الحركة اللي راح تصير عندي من يفتر الكوندايل بمكانه من دون ما يتحرك؟ الحركة راح يصير عندي opening and closing بس بمقدار معين. إيش قد هذا المقدار راح يكون؟ هسه راح نشوف بالسلايد الثاني. تمام؟ فعندي rotational movement و translational or gliding. rotational around the transverse or hinge axis مثل ما أخذنا قبل شوية، أو rotation around the anterior posterior or sagittal axis، أو rotation around the vertical axis. والtranslation or gliding they are considered as basic movement of the mandible. إذن الحركات الأساسية مع الماندبل هي translational or gliding، يعني احنا الروتيشن ينطيني بس opening and closing بمقدار بسيط جدا، اما باقي الحركات اللي نسويها بالماندبل من تثاؤب من mastication مضغ، هاي كلها تعتبر translation لان يتحرك الماندبل اكثر، يتحرك الماندبل او الكوندايل يطلع من مكانه، يتزحلق على الarticular eminence وينتقل الى مكان ثاني. زين، the upper compartment shows anterior posterior gliding movement. When this movement take place, the condyle and the disc moves as a single unit against the glenoid fossa. احنا اذا تذكرون قلنا الarticular eminence راح او الarticulating disc العفو راح يقسم لي ال joint الى upper and lower compartment. يعني عندي اني هاي الجلينويد فوسا وبعدين هذا الارتيكولار ايمينانس. تمام؟ وعندي هنا الكوندايل اوكي مال الماندبل، وعندي هنا الارتيكولار ديسك اوكي. هذا السبيس راح اسميه upper compartment وهذا السبيس راح اسميه lower compartment. شنو اللي يفصل بين الابر واللور؟ الارتيكولار ديسك. تمام؟ زين، أنا عندي movements راح تصير بالupper compartment وعندي movement راح تصير باللور compartment. The upper compartment اللي هو هذا، إيش راح تصير عندي movement البي؟ shows anterior posterior gliding يعني translational movement. When this movement take place لما تحصل هاي movement the condyle and the discs moves as a single unit. يعني الكوندايل هنا أنا مدين رسم الكوندايل ويا الديسك الفوقة راح نعتبرهم كسنجل يونت، اثنيناتهم راح يتحركون سوا وراح ينتقلون من هذا المكان إلى الأمام. هاي الحركة صارت بالأبر compartment. The upper compartment shows anterior posterior تحرك إلى الأمام anterior movement، يرجع مرة ثانية هاي posterior movement gliding translational movement. هو ما بقى ودار بمكانه هنا أنا. لا، هو تحرك للأمام وتزحلق على articular eminence وانتقل إلى مكان ثاني. When this movement takes place the condyle and the disc moves as a single unit against the glenoid fossa. إذا الكوندايل والديسك اعتبرناه واحد، ارتبطوا ببعض وتحركوا ضد الجلينويد فوسا. أما الموفمنتس اللي راح تصير عندي باللور كومبارتمنت، خلنا نرجع هنا. تمام، الموفمنت اللي راح تصير عندي باللور كومبارتمنت، بهاي الحالة من تتحرك اللور كومبارتمنت منو اللي بقالي جوا اللور كومبارتمنت؟ بس الكوندايل. منو اللي راح اعتبره as a single unit؟ راح اعتبره الجلينويد فوسا والارتيكولار ديسك as a single unit. The lower compartment shows hinge movement. إذا شنو نوع الموفمنت تصير باللور؟ هي hinge يعني rotational، يعني الكوندايل راح يفتر بس بمكانه. During hinge movement the condyle moves against the articular disc and the glenoid fossa which together act as a single unit. إذا هنا الديسك ويا الجلينويد فوسا اعتبرناها single unit، اثنيناتهم بقوا ثابتات. من هو اللي تحرك؟ اللي تحرك الصاير جوا اللي هو بس الكوندايل. ايش راح يسوي؟ راح يدور حوالين نفسه بنفس المنطقة، ما راح ينتقل للأمام، لا راح يبقى يفتر بنفس منطقته. زين، true condylar rotation، هاي الروتيشن الزاوية مالتها اللي راح تنطيني اياها مثل ما تشوفون هنا
هي 12 degree with the maximum incisal separation. الفتحة اللي راح تنطيني إياها هي بس 22 مليمتر. يعني إذا افتر الكوندايل بمكانه من دون ما يسوي translation، الزاوية اللي راح يفتر بيها الكوندايل راح تكون 12 والفتحة راح تكون عندي 22. أما إذا كبرت الزاوية وصارت مثلا بهذا الشكل والفتحة كبرت عندي صارت خلينا نقول 30 مليمتر، هل معناه هذا الكوندايل باقي يسوي rotational movement؟ لا، هاي صارت translational movement، لأن الماندبل ما يقدر يفتح أكثر من 22 مليم إلا إذا انتقل وطلع وتزحلق على الarticular eminence، يلا يقدر يفتح لي أكثر من 22 مليم. تمام، فهذا الفرق بين الروتيشنال موفمنت وبين الترانزليشنال موفمنت. مهم جدا نعرف كل وحده بيا كومبارتمنت تصير ومنو اللي راح يتحرك اجينست منو. Mandibular movements based on the type of movement, based on the dimension of the movement. قلنا rotational, translational. هسه نيجي على نوع الموفمنت. عندي hinge movement اللي هو تنطيني opening and closing بمقدار 22 مليمتر، اللي هي true rotational movement، اللي هو الكوندايل يفتر بمكانه من دون ما يصير بيه translation، هاي اسميها hinge movement. عندي البروتروسيف موفمنت، يتقدم الماندبل للأمام، ريتروسيف موفمنت يرجع الماندبل للخلف، لاترال موفمنت اللي هو يصير بي شيفت تو ذا رايت اور ذا ليفت اسميها لاترال تروجن، اور عندي لاترال ترانزليشنال موفمنت او اسميها بنت موفمنت، هاي ادفانس تاخذوها بصف رابع. هنا مثل ما تشوفون رقم واحد هو closed mouth، التو hinge movement اللي هو فتحة بمقدار 22 مليمتر. يعني مثلا من آني دا أحكي خلينا نقول يجوز ما تتجاوز الفتحة مالت 22 مليمتر بعض الكلمات، هذا true rotational movement. الكوندايل عندي دا يفتر حتى يسمح للماندبل إنه ينزل بس ما صار بي translation، بقى بمكانه بالجلينويد فوسا. زين، إذا أني مثلا أتثاوب ثاوب ينفتح الحلق كلش كبير أكثر من 22، معناته هنا إيش صار؟ صار عندي translation، افتر الكوندايل بمكانه ورجع نزل على الarticular eminence. تمام، 2 هي الهنج موفمنت قلنا، 3 protrusion الماندبل متقدم إلى الأمام، 4 protrusion ماندبل راجع إلى الخلف، وعندي الصورة تحت ال L هي الموفمنتس باتجاه left side وال R اللي هي الموفمنت باتجاه right side. زين، التصنيف الثالث based on the extent of movement. extent يعني حد الموفمنت، نقسمها إلى قسمين border movement والانترا بوردر موفمنت. يعني أنا عندي حركات للماندبل أكثر أحركها خلينا نقول الاكستنت اللي هو أقصى حد مثلا يقدر يتحرك به الماندبل إلى اليمين، أقصى حد يقدر يتحرك بين ماندبل إلى اليسار، أقصى حد أقدر أقدم بين ماندبل إلى الأمام، هاي أسميها border movement اللي هي حدود الموفمنت مالتي. يعني أنا أقصى حد إلى اليمين بعد خلص ما أقدر أتحرك أكثر اليمين، هذا حدي الماكسيمم إنه يتحرك الماندبل لليمين. وراء هذا تكمش الليجمنتس عندي تتحكم بيه والمسلز ما تقدر تمتد أكثر من هيجي، فيوقف عند هذا الحد إلى اليمين، يوقف عند هذا الحد إلى اليسار، عند هذا الحد بالبروتروجين. تمام، فهاي أسميها border movement الحد الأقصى. بس مو شرط أني مثلا بالسبيتش هل أحتاج أحرك الماندبل مالتي إلى أقصى اليمين؟ لا. هل أحتاج أني بدأ أحكي أحرك الماندبل أمد الماندبل مالتي إلى الأمام؟ لا، ما أحتاج هذا الشيء. تمام، فالبوردر موفمنت هي الموفمنت اللي أقصى حد يقدر يتحرك بين ماندبل سواء لليمين لليسار للأمام. extreme يعني أقصى، extreme movement in the sagittal plane، extreme movement in horizontal plane and extreme movement in the frontal plane. هاي ال extreme movements الثلاثة رح ناخذها هسه، رح ترسم لي مثل رسمة أسميها envelope of motion، رح نشرح عنها بعد شوية. زين، هاي بالنسبة للبوردر موفمنت اللي هي أقصى حد يقدر يتحرك بين ماندبل. زين، عندي الانترا بوردر موفمنت يعني داخل هاي الحدود القصوى عندي حركات أو movements أقدر أسويها من دون ما أحتاج أني أمد الماندبل مالتي إلى الأمام لأقصى حد أو لليمين أو لليسار بأقصى حد، اللي هي مثلا شنو هي الانترا بوردر موفمنت؟ تنقسم إلى قسمين،
functional movement حركات وظيفية, para functional movements حركات خارج الوظيفة. ال functional movement مثل chewing أثناء المضغ, هل أحتاج إني أحرك المانديبل مالتي كلش لليمين؟ لا, ده أمضغ والمانديبل بمكانه. تمام. ال swallowing أثناء البلع, ال yawning أثناء فتح المانديبل والتثاؤب, والسبيتش أثناء الكلام, هاي كلها انترا بوردر يعني داخل الحدود القصوى للحركة مال المانديبل. تمام. وعندي البارا فانكشنال موفمنت اللي هي هم موفمنت بس هي مو وظيفية, البروكسيزم والكلينشينج اند اذر هابيتشوال موفمنت. البروكسيزم والكلينشينج اللي هي اللي يقز على سنونه خلينا نقول. تمام. البروكسيزم اللي مو بس غازز, لا غازز وياها حركة للماندبل بحيث الاسنان تنطحن تنبرد. الكلينشينج اللي هو لا بس غاز على سنونه من دون ما يحرك الماندبل, فما يصير عندي, يصير عندي ضغط على الاسنان وبالتالي يصير عندي لود على المصل ولود على التي ام جي, بس ما يصير عندي برد للاسنان لان هو مجرد غاز. اما البروكسيزم لا, يقز على اسنانه وياها حركه فتنبرد الاسنان تتاذى المصلز وكذلك التي ام جي. هاي الحركتين هي طبعا تسبب دمج بالتي ام جي, يعني هي مو حركات هيلثي, عادات واحد لازم يتخلص منها اذا كان ينتبه عليها. هوايه من يتوترون ايام الامتحانات لا اراديا يصير عندهم كلينشينج او بروكسيزم. تمام. فهذا الفرق بين البوردر موفمنت اللي هي الحدود القصوى لحركه الماندبل, والانترا بوردر اللي هي داخل هاي الحدود القصوى ما وصلت للحد الأقصى أو تعدته. تمام. اللي هي حركات وظيفية وحركات لا وظيفية. هنا أنا عندي هذا الفيديو اللي راح يشرح لي الحركات مال الماندبل, هذا بالنسبة للفرونتال فيو. هسه راح نرجع عليه طبعا نفتحه حتى نشوف الحركات مال الماندبل. هنا البوردرز موفمنتس ريكوردد ان ذا ساجيتال بلين مثل ما تشوفون. خلينا نفتح الفيديو حتى تتخيلوه. هنا الفرونتال فيو, فرونتال فيو يعني اني دا باوع للماندبل من الامام, تنشوف الحركه مالتي شلون راح تصير. هنا الماكسيمم اوبننج تشوفون, يرسم لي هذا الخط, هاي الماكسيمم لاترال موفمنت باتجاه الرايت, يعني هاي البوردر موفمنت. هنا سنتريك اوكلوجن يعني عض على اسنانه. هنا الماكسيمم موفمنت باتجاه الليفت, هنا رجع ماكسيمم اوبننج وهنا الكلوزنج. تشوفون هذا الشيء اللي انرسم لي الشكل هذا اسميه شيلد, يعني يشبه الدرع اللي ينكمش. هذا الشيلد هو ينرسم أثناء البوردر موفمنت اللي تصير بالفرونتال فيو. هسه ننتقل على البوردر موفمنت اللي تصير بالهوريزنتال فيو. هوريزنتال فيو يعني داباوع عني من الأعلى ونشوف شنو ينرسم الشيب مالتي. هنا الماكسيمم رايت سواها, بعدين رجع سوى الماكسيمم ليفت, وهسه عندي سنتريك ريليشن سنتريك أوكلوجن. تمام. شن رسم لي؟ رسم لي مثل المعين إذا تشوفون دايموند شيب. إذن من الفرونتال فيو نرسم لي شيلد, من فوق نرسم لي الشكل المعين. هسه هنا ساجيتال يعني دا باوع من اليمين, أو هسه دا يكمل هو الهوريزنتال وراها يروح للساجيتال. نانا الساجيتال اللي هو دا باوع من جهة اليمين هم راح ينرسم عندي شيب. هاي الماكسيمم اوبنينج رسم خط, سنتريك ريليشن سنتريك اوكلوجن, عندي الماكسيمم بروتروسيف هاي النقطة. هسه نشوف ماكسيمم بروتروسيف اقصى حد الى الامام يقدر يتقدم بالماء. هاي الماكسيمم اوبنينج اقصى حد يقدر ينفتح. تمام. ماكسيمم ريتروجن اقصى حد يقدر يرجع الى الخلف. فهاي الحركات تنرسم بيها هاي اللاينات, هذول الثري بلينز اللي هو الشيلد اللي من الفرونتال فيو, ويا الدايموند اللي صار من الهوريزونتال فيو, ويا هذا الشيب اللي صار من الساجيتال فيو. من الساجيتال فيو راح يكون لي انفلوب اوف موشن, شكل مثل الظرف. تشوفون هذا الساجيتال بلين, هذا الشيلد, هذا الساجيتال بلين قلنا من الجهتين, هذا الفرونتال بلين اللي رسم لي مثل الشيلد مثل الدرع,
هسه من فوق اللي هو الهوريزونتال بلين اللي انرسم عندي دايموند شيب مثل المعين، تمام؟ هاي الثري بلينز انطتني فشي اسميه انفلوب اوف موشن، شكل يشبه الظرف. شنو تمثل لي هاي الثري بلينز؟ تمثل لي الماكسيمم opening، الماكسيمم بروتروجن، كل الماكسيمم الاكستريم اللي هي البوردر موفمنت. داخل هاي البوردر موفمنت تصير عندي الانترا بوردر موفمنت اللي هي تشيوينج، الياونينج، تمام؟ هنا أنا مثل ما نشوف هذا الشيب اللي طلع عندي بالساجيتال بلين. مثل ما تشوفون السي هي السنتريك ريليشن، يعني البيش السنتريك ريليشن هم راح تاخذوها بالمحاضرات اللاحقة. البيشنت سات حلقه بس ستيل اكو كم مليم فارغه، يعني اللور تيث مو ان كونتاكت وذ the upper teeth، اكو space بسيط بيناتهم. هذا راح تكون الوضعية اسميها centric relation. centric occlusion اللي هو لا انسد الماندبل، يعني صار اكو contact between the lower and the upper teeth اللي هي نقطة A. نيجي G edge to edge relationship. edge to edge يعني الاسنان الامامية صايرة حافة بحافة، اللور incisal edge صايرة in contact ويا الأبر incisal edge. ال B الماكسيمم بروتروجن أقصى حد يقدر يتقدم به الماندبل إلى الأمام. ال D الماكسيمم ماندبولر opening فتح الماندبل مالته لأقصى حد. C ال E اللي هي الهنج موشن، اللي هي شن هي الهنج موشن؟ الهنج موشن اللي هي البيور اللي هي البيور روتيشنال موفمنت، تمام؟ اللي هي 22 اللي هو اذا تذكرون الكوندايل دي يدور بنفس مكانه ما صار بي اي ترانزليشن، الزاوية تكون عندي 12 والاوبننج اللي اقدر افتحها اثناء ما الكوندايل يدور بمكانه من دون ما يسوي ترانزليشن هي 22 ملي، تمام؟ الاي تو دي اللي هي هاي هي الجلايدنج اللي هي ترانزليشن، انفتح حلق المريض 38 مليم يعني 38 مليم اللي هي أكثر من 22. ما دام عبرنا ال 22 معناها صار عندي translation، معناها الكوندايل مو بس دي يفتر بالجلينويد فوسا، لا هو نزل على الارتيكولار إيمينانس، انتقل من مكان إلى مكان، صار بي translation gliding movement. الار اللي هو الريست بوزيشن، هاي كلها الموفمنتس بالساجيتال بلين. عندي هذا الموفمنت اللي هنا أنا 9 مليم هي الماكسيمم بروتروجن، يعني الفك يقدر يتقدم للامام اقصى حد هو 9 مليم يتقدم الى الامام. وعندي الريتروجن هو 1 مليم بس ما موجود، يعني الفك يقدر يرجع للخلف بمقدار 1 مليم اقصى شيء، ما اقدر ارجع المانتبل مالتي للخلف اكثر. زين هنا أنا عندي من الكورونال او الفرونتال بلين، اذا تذكرون قلنا شيلد ينطيني رسمه الشيلد مثل الدرع، نفس الشيء السنتريك اوكلوجن عندي سنتريك اوكلوجن اللي هو والبيشنت طابق. بعدين عندي الار دي هو الرايت ديس اوكلوجن انفتحت الطبقه شويه، نفس الشيء ال دي. بعدين الماكسيمم رايت لاترال بوزيشن والماكسيمم ليفت lateral position. عندي هنا الماكسيمم ماوث اوبننج، تمام؟ هسه شنو عندي هاي الحركات؟ احنا قلنا انه هاي هي البوردر موفمنتس من الكورونال بلين. زين هاي شنو تتوقعون؟ هاي الانترا بوردر موفمنت، يعني ممكن هاي تمثل لي السفولوينج، ممكن هاي تمثل لي السبيتش. وين صايره الموفمنت؟ صايره بالحدود داخليه، ما تعدت البوردر موفمنتس مالتي. زين من الهوريزونتال بلين قلنا راح يرسم دايموند شيب او شكل معين مثل ما تشوفون هنا بالصوره. من السنتريك ريليشن نبدا، بعدين عندي الماكسيمم ليفت لاترال بوزيشن، ماكسيمم رايت لاترال بوزيشن، اند ماكسيمم بروتروجن. ونفس الشيء هاي الحركات اللي بالنص هي الانترا بوردر. اذا عندي هاي البوردر موفمنتس بالهوريزونتال بلين وهاي الانترا بوردر موفمنت بالهوريزونتال بلين اللي هي سواء
chewing سواء yawning سواء paroxysm سواء clenching بنوعيها functional والبارا functional. قلنا الكومباينيشن مال هاي الثري planes مثل ما شفنا بالفيديو انطاني هذا الشكل اللي هو سميته envelope of motion مثل الظرف يعني. When we combine the border movements of all the three planes, we get a three-dimensional space within which the mandibular movement is possible. This three-dimensional limiting space is called the envelope of motion. إذا من نجمع three planes, the border movements, أقصى حد للموفمنت مال الماندبل بالثري بلينز راح يتكون عندي الانفلوب اوف موشن. شنو تعريف الانفلوب اوف موشن؟ It's the combination of border movements in all three planes. إذن هو البوردر موفمنتس اللي تصير بالثري بلينز إذا نجمع الأشكال مالتها راح ينطيني الشكل أسميه انفلوب اوف موشن. وهاي نهاية المحاضرة. Thank you.